السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا حسام الصياد. النهاردة معانا أسهل زمن في اللغة الإنجليزية، وهو الـ past simple أو الماضي البسيط، وهو كمان من الأزمنة اللي بنستخدمها كتير جدا، خصوصا وإحنا بنكتب أي موضوع أو بنكتب أي ستوري، وهو أبسط زمن فعلا في اللغة الإنجليزية ومن أهم الأزمنة. وزي ما إحنا متعودين يكون معانا قلم وورقة نكتب فيها الأمثلة والملاحظات بتاعتنا، ويلا نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. أول حاجة إحنا اتفقنا عليها قبل كده في شرح الأزمنة اللي فاتت، إن إحنا لازم نعرف الزمن ده بنستخدمه إمتى، بنستخدمه ليه. الـ past simple بمنتهى البساطة هو زمن بنستخدمه علشان نعبر عن حاجات حصلت، أحداث ابتدت وانتهت في الماضي، فهو اسمه ماضي واسمه بسيط. طب إيه هو التكوين بتاع الـ past simple أو الماضي البسيط؟ التكوين بتاعه بسيط جدا برضه. هو الـ subject اللي هو I, you, we, they، بلس الفيرب، بعد كده بيجي الفيرب في التصريف الثاني، التصريف الثاني اللي هو الباست. طبعا اغلب الافعال في الباست بتكون مضاف ليها اي دي، زي مثلا play بتبقى played، زي مثلا visit بتبقى visited. فاغلب الافعال بيكون التصريف الثاني بتاعها هو نفس الفيرب بس بيكون مضاف له اي دي، ما عدا بعض الافعال اللي هي الريجولار فيربس او الافعال الغير منتظمه او الافعال الشاذه. واحنا عارفين من قبل كده ان احنا لازم نكون حافظين الافعال دي، لان هي بتكون في الباست غير في البريزنت، غير في الباست بارتيسيبل او التصريف الثالث، فبنحفظها زي ما هي. زي مثلا eat بتكون ate في التصريف الثاني، زي مثلا go بتكون went في التصريف الثاني. فدي أفعال بنحفظها زي ما هي، لأن هي التصريف الثاني بتاعها أو الماضي بتاعها غير المضارع بتاعها، فلازم نكون حافظينها. يبقى كده أول حاجة عرفنا إحنا بنستخدمه إمتى، لما بنعبر عن حاجة ابتدت وانتهت في الماضي، حدث ابتدى وانتهى في الماضي، فهو بالتالي ماضي أو past. تاني حاجة إحنا بنكونه عن طريق إن إحنا بنجيب الـ subject اللي هو I و you و we و they أو هي أو شي أو إت، أو أي اسم مثلا حسام، أحمد، منى، سهى، مينا، وبعدين بيجي بعد كده الفيرب في التصريف الثاني، وبعدين بنكمل الجملة بشكل عادي. طب تعالوا نقول جملة كده مع بعض. لما أجي أقول مثلا I visited the museum yesterday، I visited the museum yesterday، أنا زرت المتحف امبارح. هنا I بعدين الفيرب بالإي دي، وبعدين كملنا الجملة بشكل عادي. We played football last week. We played football last week. احنا لعبنا كرة القدم الأسبوع اللي فات. ممكن أقول لك كمان They went to Alexandria last year. They went to Alexandria last year. يبقى هم راحوا اسكندرية السنة اللي فاتت. في بعض الكيوردز أو كلمات الدالة على الزمن ده، طبعا أولها yesterday، last أي حاجة، last يعني الماضي، last week، last year، last month السنة اللي فاتت، الشهر اللي فات، الأسبوع اللي فات، last Friday يوم الجمعة اللي فاتت، وهكذا. دي الكلمات أو الكيوردز اللي بتساعدنا إن احنا نعرف إن احنا بنتكلم عن الـ past simple. طيب إزاي بننفي الجملة في الـ past simple أو الماضي البسيط؟ بسيطة جدا، بنحط didn't. احنا عارفين إن do does الماضي بتاعهم did، في الماضي بنحط didn't بعد السبجكت على طول، وبعدين بنجيب الفيرب في المصدر زي ما هو. يعني اي فيرب بيجي بعد didn't بيكون في المصدر. زي مثلا لما اجي اقولك she didn't travel by bus، she didn't travel by bus، هي ما سافرتش باستخدام الاوتوبيس. هنا travel جت زي ما هي في المصدر. he didn't eat his sandwich، he didn't eat his sandwich، هو ما اكلش الساندويتش بتاعه. we didn't play football، we didn't play football، احنا ما لعبناش كرة القدم. يبقى didn't بتيجي بعد السبجكت، وبعدين بيجي الفيرب في المصدر زي ما هو كده مكتوب في القاموس، وبالتالي احنا كده نفينا الجملة، واحنا استدلينا ان الجملة دي في الباست سمبل لما شفنا didn't موجودة. طب لما اجي اسأل سؤال بهل، زي ما احنا عارفين كلنا ان مفيش سؤال في اللغة الإنجليزية اسمه هل، فبالتالي بنجيب did في أول الجملة، وبعدين بنجيب subject، وبعدين بنجيب الverb في المصدر زي ما هو، وبنكمل الجملة عادي، بنحط في الآخر ال question mark أو علامة الاستفهام بتاعتنا، فبالتالي بنكون سألنا بهل. طيب إزاي مثلا؟ لما أجي أقولك مثلا هل هم لعبوا كرة القدم، أقولك did they play football، did they play football، يعني هل هم لعبوا كرة القدم؟
Did they play football? طب لما اجي اسالك مثلا واقول لك هل هو اكل الساندويتش بتاعه؟ Did he eat his sandwich? Did he eat his sandwich? لما اجي اقول لك مثلا هل انت زرت المتحف؟ هل انت زرت المتحف؟ اقول لك Did you visit the museum? Did you visit the museum? فهنا did بمعنى هل. طب لو عايز اسال سؤال بال WH questions او او ادوات الاستفهام اللي بتبدا بال WH اللي احنا عارفينها كلنا اللي هي what, why, where, when وهكذا. سهلة جدا، بنخلي الجملة زي ما هي بديت، بنحط ديت وبعدين السبجكت وبعدين الفعل في المصدر، وبنجيب ال WH question في أول الجملة أو في أول السؤال، فبالتالي بنكون سألنا بال WH question. زي مثلا لما أجي أقول لك أنت رحت فين الأسبوع اللي فات؟ أقول لك Where did you go last week? Where did you go last week? أنت رحت فين الأسبوع اللي فات؟ ممكن كمان أسأل وأقول When did he eat the sandwich? When did he eat the sandwich? هو أكل الساندويتش إمتى؟ يبقى جبنا when وبعدين did زي ما قلنا من شوية، وبعدين الverb في المصدر، وبعدين كملنا السؤال عادي وحطينا question mark. يبقى لما باجي أسأل بأي WH question بحط أداة الاستفهام في الأول، وبعدين بحط did زي ما هي، وبعدين السبجكت الضمير، وبعدين الverb في المصدر، وبعدين بنكمل الجملة بشكل عادي. طب تعالوا نحل بعض الأمثلة مع بعض علشان نتأكد ان احنا فاهمين وعارفين. They visit ولا visited ولا are visiting the museum last week. They visit ولا visited ولا are visiting the museum last week. المفروض نختار ايه؟ شاطرين طبعا هنختار visited. طيب مثلا لما اجي اقول لك he travel ولا travel ولا is traveling by train yesterday. طبعا he traveled yesterday او هو سافر امبارح، سافر بالامس. طب لما اجي اقول لك what do ولا does ولا did you do yesterday. what do ولا does ولا did you do yesterday. انت عملت ايه امبارح؟ اختار ايه؟ شاطرين طبعا what did you do yesterday. انت عملت ايه امبارح؟ ما الذي فعلته بالامس؟ طب لما اجي اقول لك مثلا do ولا does ولا did They play football last week. Do ولا does ولا did they play football last week. هل هم لعبوا كرة القدم الأسبوع اللي فات؟ طبعا هنختار Did they play football last week. هل هم لعبوا كرة القدم الأسبوع اللي فات؟ Did they play football last week. بالتالي نكون شرحنا الباست سيمبل، وزي ما قلنا هو أسهل زمن في اللغة الإنجليزية ومن الأزمنة اللي بنستخدمها كتير جدا. أنا هسيب لكم كويس كده بالإجابات النموذجية بتاعته في رابط تحت الفيديو، أتمنى إن هو يساعدكم برضو تتدربوا عليه وتشوفوا الإجابات بتاعتكم صح ولا غلط. وما تنسوش تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك والمجموعة بتاعتنا كمان، أنا سايب لكم اللينكس بتاعتها في ديسكريبشن أو في الوصف أسفل الفيديو. وفي الختام أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.